مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الثامنة للأخبار، وإليكم العناوين. افتتاح المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل، والقيادات النقابية المترشحة تتعهد بمواصلة المنظمة الشاغلة لدورها الوطني. عودة الحركة التجارية إلى معبر رأس جيلة الحدودي تنفيذا للاتفاق التونسي الليبي، والتجار التونسيون يأملون في رفع الأتاوة المفروضة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعطي تصاريح لبناء أكثر من 560 وحدة سكنية في القدس الشرقية، والسلطة الفلسطينية تحذر من تبعاته. أهلا بكم من جديد. في انطلاق أشغال مؤتمرهم 23 الذي اعتبر الأفخم من حيث الحضور والتنظيم المتميز، لا سيما على مستوى تسهيل مهمة الأعلاميين، رفع نقابي الاتحاد العام التونسي للشغل شعار الولاء لتونس والوفاء للشهداء والإخلاص للعمال. مؤتمر سيكون بمثابة انطلاقة جديدة للمنظمة الشغيلة شكلا ومضمونا، من خلال انتخاب مكتب تنفيذي جديد ستكون المرأة ممثلة فيه لأول مرة. أكد حسين العباسي في افتتاح المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل أن انتهاء مدته النيابية كأمين عام لا تعني نهاية مشواره النقبي، بل شدد أنه سيبقى دوما في خدمة المنظمة الشغيلة. وعهدا مني أن أظل واحدا منكم وفيا لمنظمتنا ولرموزها، على استعداد دام ودائم لتقديم الرأي كلما طلب مني وكل ما ارتأيته مناسبا ومفيدا. التوفيق والنجاح لأشغال مؤتمرنا، التوفيق والنجاح لإخوتي وأخواتي ممن سيستسلمون الأمانة من بعدنا. واعتبر حسين العباسي أن المؤتمر الحالي يأتي بعد مرحلة تأسيسية وانتقالية صعبة في تونس، وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى السادسة للثورة. 5 سنوات من المخاض العسير تربع خلالها الاتحاد بشهادة القاسي والداني في موقع الريادة، ليصبح جزءا من المشهد اليومي في حياة التونسيين والتونسيات، وشغفا تونسيا بامتياز، مكرسا الدور الذي افتكه في تأثير ثورة الشعب التونسي العارمة ضد نظام الاستبداد والفساد. المؤتمر كان أيضا فرصة للتذكير بالنجاحات التي حققتها المنظمة الشغيلة على المستوى الوطني والدولي، نجاحات ترجمتها كلمات ضيوف الاتحاد من منظمات نقابية مغاربية وأفريقية وعربية، لا سيما كلمة زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، والتي أشادت بالدور المهم للرباعي الحائز على جائزة نوبل للسلام وفي مقدمتهم الاتحاد في تحقيق الانتقال الديمقراطي لتونس. المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتزامن مع إحياء الذكرى 71 للمنظمة الشغيلة، والذي عرف تنظيما إعلاميا جيدا، شهد حضورا واسعا لممثلين عن المنظمات الوطنية ونقابات عربية ودولية. في افتتاح المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل، أكد ممثلو المنظمات الوطنية التي شاركت بحضورها في فعاليات المؤتمر على أن الاتحاد العام التونسي للشغل ساهم بشكل كبير في أنجاح الانتقال الديمقراطي لتونس، آملين مواصلة دفاعه عن المبادئ التي تكرس العدالة الاجتماعية في البلاد. أنا ديما نعمل على معناها القوة، وخاصة نقول تفكير الاتحاد في نقاو حل لتونس، لأن مع بعضنا باش نلقاو الحل. متأكدة مع أي فريق باش نبثق من المؤتمر هذايا، ولابد أن نجد حل لتونس. واليوم النقابة تتمنى أن يواصل الاتحاد دوره، ليس فقط في الدفاع عن قيم العدالة والدفاع عن الشغالين ومنظورين الاتحاد، ولكن أيضا في الدفاع عن تونس ديمقراطية. تونس يمثل فيها المجتمع المدني، يعني عامل قوي. الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة عريقة وطنية، لا يمكنه أن يحيد على الاختيارات التي رسمت له منذ عقود، وأنا متأكد أن القيادة الجديدة للاتحاد ستواصل على نفس النهج الذي سلكه حسين العباسي. وهي دور معنا هذا المنظمات ما ينكر حد في البلاد، لأنه معناها إذا كان نقول السياسة هي توجه البلاد، ولكن قوة الدفع ومحركات الدفع هي المنظمات. ممثلون عن المنظمات العربية هم أيضا شاركوا الاتحاد العام التونسي للشغل فعاليات افتتاح مؤتمره 23، مستحسنين أدائه النقابي
ودوره اليدي في الدفاع عن المصلحة العامة للبلاد. جئنا لنكرم أيضا أخنا الحسين العباسي على ما قام به من جهد مشكور بعد تسلم الجائزة نوبل للسلام ورفع اسم فلسطين عاليا، فنحن في مسيرة واحدة من أجل التحرر، من أجل النضال، من أجل استرداد كافة حقوقنا، وإن شاء الله إلى الأمام. الاتحاد التونسي للشغل قاد عملية انتقالية سلسة للحراك السياسي، وبعتقد أنه هذه رسالة للاتحادات الأخرى أنه يكون لها دور سياسي، دور داعم وشريك في عملية الانتقالات السياسية بالاتجاه الديمقراطي. مجهودات الاتحاد العام التونسي للشغل التي يقوم بها طيلة 71 سنة دفاعا عن الطبقة الشغيلة انتشر صداها على المستوى العالمي، حيث ثمن ممثل كونفدرالية العمال الدولية ما قامت به المنظمة الشغيلة خاصة في فترة ما بعد الثورة. أنا فخور جدا بنجاح المنظمة الشغيلة ومساهمتها بشكل كبير في إرساء الديمقراطية في تونس، وأعتبرها المثل الأعلى لجميع منظمات العمال سواء في العالم العربي أو حتى في أوروبا. مجهودات للاتحاد العام التونسي للشغل يأمل المشاركون في المؤتمر أن تتواصل بعد تشكيل المكتب التنفيذي الجديد الذي ستفرزه النتائج الانتخابية. وقد أكد عدد من النقابيين والشخصيات الوطنية المشاركة في افتتاح المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل أن القيادة الجديدة للمنظمة تنتظرها مرحلة صعبة وملفات حارقة، ما يستوجب على الاتحاد مواصلة نفس النهج الوطني وتحقيق التوافق الوطني. لم تخلو مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل من محطات فارقة في تاريخ البلاد، انطلقت بكفاحه ضد الاستعمار الفرنسي وليكون بعد الثورة راعيا للحوار الوطني. محطات ومهام جديدة ستكون أيضا على طاولة أشغال القيادة الجديدة للاتحاد، حيث يرى بعض النقابيين أن المرحلة القادمة ستكون صعبة أمام المنظمة نظرا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. هذا المؤتمر سيدفع وسيخرج القيادة القادرة على مواصلة المشوار، ولكن اللي متوقع أنا في ظروف أصعب مما كانت عليه البلاد والاتحاد في الماضي. الاتحاد سيظل صمام أمان، هذا أكيد جدا، معناتها رغم مختلف الصعوبات لتونس باش تزيد تتميز أكثر في ظل الصعوبات المقبلة. مواصلة نفس النهج الوطني والعمل على أن يكون الاتحاد قوة توازن سياسي واجتماعي والسعي نحو تحقيق توافق وطني، مكاسب وجب على القيادة الجديدة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، وحتى يكون الاتحاد أحد الضمانات لهذا الانتقال الديمقراطي. آمال ينتظر تحقيقها عدد من الشخصيات الوطنية من قبل المكتب الجديد للمنظمة. انتظر الاتحاد أن يكون قوة توازن سياسي واجتماعي كذلك واقتصادي. أثار الانتقال الديمقراطي تتهدده عديد يعني المخاطر، والاتحاد يجب أن يبقى الضامن أو أحد الضمانات الرئيسية لهذا الانتقال الديمقراطي. المؤتمر هذا باش يكون نتيجته التواصل الفترة السابقة مع إضافات جديدة، بأنه أمين عام جديد وقيادات باش تطلع تصعد جديدة، وأعتقد أن الاتحاد باش يلعب باقي نفس الدور اللي الدفاع على الشغالين وتغليب المصلحة الوطنية. ملفات وتحديات عديدة تنتظر المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد، لعل أبرزها المتعلقة بالحكومة، حيث أكد النقابي محمد الطرابلسي ووزير الشؤون الاجتماعية على أهمية أن يلعب الاتحاد دوره في مسألة التنمية الجهوية وملف العدالة الجبائية. عندنا ملفات عديدة نستناو في المؤتمر هذه باش نطرحوها، وتم مصير البلاد، وتم الوضع الاجتماعي، تم الوضع الاقتصادي، ومنها مشكلة الصناديق الاجتماعية والحماية الاجتماعية، منها تركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في نطاق مؤسسة الحوار الاجتماعي. مرحلة جديدة للمنظمة الشغيلة تنطلق بالمؤتمر 23، عنوانها الدفاع عن استقلالية وديمقراطية ونضالية الاتحاد وتحقيق العدالة الاجتماعية للشغالي.
هذا وينعقد المؤتمر 23 لاتحاد الشغل بعد فترة نيابية مليئة بالتغيير، تبوأ خلالها الاتحاد موقع الريادة نتيجة أداء وصف بالمتميز للأمين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي وبقية أعضاء المكتب التنفيذي، منجز يضع القيادة القادمة للاتحاد أمام مهمة ليست بالسهلة، خصوصا بعد مغادرة حسين العباسي لمنصب الأمانة العامة. يغادر كل من حسين العباسي والمول الجندوبي وبالقاسم العيري المسؤولية النقابية بعد 5 سنوات شهدت أثناءها تونس لحظات مكثفة من التغيير فيها مراوحة بين الإخفاق والنجاح، وتربع خلالها الاتحاد في موقع الريادة ليصبح جزءا في المشهد اليومي لحياة التونسيين. تركنا اتحاد قوي، اتحاد لاعب دور وطني مهم في وقت تونس في حاجة للاتحاد العام التونسي للشغل. المكتب الذي سيفرزه المؤتمر في نهاية المطاف أعتقد جازما وأنه سيحافظ على كل المكتسبات وسيحافظ على التراكم الإيجابي اللي معناها توجد في المنظمة، وأنا متأكد وأنه باش يقوم أيضا بإضافات جديدة. بعض القيادات النقابية والتي قد تجد نفسها على رأس المركزية النقابية إثر المؤتمر 23 لاتحاد الشغل يقولون أنه حري بالمكتب التنفيذي القادم مراكمة المنجز ومعالجة الملفات الكبرى. التحدي هو كيف ترتيب البيت الداخل على أسس صحيحة وسليمة، ما هو إيجابي سنحاول كيف نطوره، وأكيد ثم في كل محطة هناك سلبيات سنتدارك السلبيات ونأخذ بعين الاعتبار لتجويد وتطوير الأداء النقابي والعمل النقابي. الملفات الكبرى مطروحة علينا الإصلاح والنظر فيها بعمق هي الإصلاح الجبائي التشغيل والتنمية الجهات المحرومة، عندنا مسألة الصناديق الاجتماعية، الوظيفة العمومية بصفة عامة، المؤسسات العمومية، التهريب والإرهاب وكل ما من شأنه أن يمس الاقتصاد. محطة فارخة في تاريخ الاتحاد العام تونس الشغل وفي تاريخ تونس أيضا، صحيح يجعلنا نتحمل مهمة كبرى وكبرى جدا في السنين الخمسة القادمة. القيادة هذه ما تنجم تكون مرجعيتها قرارات الهياكل مهما كانت طبيعة الناس اللي تطلع، مرجعيتها هي الاستحقاقات كما قلت متاع المرحلة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الحريات العامة والفردية. يقول متابعون إنه على الرغم من أهمية الرصيد الذي تركه العباسي ورفاقه طوال الفترة النيابية الفارطة لفائدة الشغالين والتونسيين، إلا الأهم من كل هذا هو أن يفرز المؤتمر 23 لاتحاد الشغل قيادة قادرة على صنع التوافق من جديد وناجعة في الدفاع عن حقوق العمال وفي خلق التوازن في البلاد. في موضوع آخر، استعاد اليوم معبر وراس جديرة الحدودي نشاطه تنفيذا للاتفاق الذي توصل إليه الطرفان التونسي والليبي منذ أسبوعين والقاضي باستئناف حركة تنقل البضائع لتعود معها حركة تنقل المسافرين بعد توقف دام أكثر من شهرين جراء اعتصام بنغدان احتجاجا على منع التجار من التزود بالسلع عبر المعبر. استأنفت حركة عبور المسافرين والحركة التجارية بمعبر سجدير الحدودي حسب الموعد المتفق عليه اليوم الأحد بعد توقف دام حوالي شهرين، وقد كان نسق حركة العبور في الاتجاهين متواضعا. إن شاء الله بنجيب السلع وشوي شوي كما تفهمهم معنا بجانب الليبي شوي شوي وإن شاء الله لا بأس، معنا مبدئيا إن شاء الله مبادرة خير إن شاء الله. بالنسبة للوصول وبالنسبة للمنطقة الغربية بالذات كانت في مشكلة لذهابة طريق طويلة جدا، بالنسبة لنا طريق مناسبة جدا وإن شاء الله الأمور تمشي كويس إن شاء الله. وفي جانب انسياب السلع بالنسبة للتجار التونسيين فقد اختلفت الآراء بشأن الكميات المسموح بها. يعني الاتفاق اللي حكينا فيه في لو ما منه شيء، ال4000 دينار اللي يحكوا عليهم ما ثم حات شيء، نسبة هذم الحكاية 1000 دينار هذا ما يخلصوش حتى 30 جنيه اللي ندفعوا فيها. الليبي قال لك هات شوي شوي، وعز حاجة نجيبه شوي شوي، الناس كلها تخدم، الزوالي يخدم كلها تخدم،
هيك عز حاجه ماهيش خلق. تبقى شويه ثم شويه تنبيهات يعني السلعه. قال لك انا قلنا له احنا تبعنا مشينا على حسب اتفاقيه حسب اللي سمعناها على اساس كون 4000 جنيه. قال لك لا ما ثماش منها الحكايه دي، لازمك عندك حق في تلفزه ولا مكيف ولا اكثر من هذا ما تجيبش حتى شيء. وبعيدا عن معبر راس جدير اين يرابط المعتصمون في خيامهم حوالي الشهرين، اكدوا ان اعتصامهم سيبقى قائما لمتابعه تنفيذ الاجراءات المتفق عليها. الاعتصام ما زال قائما الى اشعار اخر حتى يتقرر في ذلك. احنا قاعدين نتابعوا في الامور ايش قاعد يصير، يعني تجاوبات من الجانبين. رجاء ان باش يرفع الاتاوة هذا ما زال نتابعوا فيه ونشوفوا ثم شويه مستكشين يعني في المناطق هذه يحبوا يجيبوا سلعه بزايد اللي احنا ضدها وضربنا على من اجل الزوالي. مدى التزام الطرفين التونسي والليبي بما تم الاتفاق بشانه هي قد يكون الضامن الوحيد لديمومه حركه العبور سواء بالنسبه لمسافرين أو الحركة التجارية لتفادي الاضطرابات الحاصلة التي تتكرر في كل مرة ويغلق على إثرها المعبر لأيام أو لأشهر. للتلفاز الوطنية فايزة سكرافي، معبر راس جدير الحدودية. وفي الشأن الأمني تمكن أعوان الأمن بمعتمدية بير علي بن خليفة من ولاية صفاقس فجر اليوم من حجز حوالي 50 كيلوغراما من مادة القنب الهندي مخدر الزطلة كانت على متن شاحنة بالطريقة الرئيسية رقم 1 الرابطة بين بير علي بن خليفة ومدينة صفاقس، وقد كانت الكمية المحجوزة مخبأة داخل صهريج الشاحنة. يغير المهربون من أساليب عملهم وطرق تهريب الممنوعات، وفي هذه المرة لجأ سائق هذه الشاحنة إلى فكرة مختلفة بأن أضاف خزان وقود ليضع فيه هذه الكمية الكبيرة من القنب الهندي. أشافوا الكاميون يلقوا فيه دير ريزرفوار، الريزرفوار الأولاني كي حلوه بالاستعانة مع أحد المواطنين تبين أنه فيه مازوت، الريزرفوار الثاني معناها تبين أنه فيها قيمة حوالي 50 كيلو غرام من مادة القنب الهندي اللي هي الزطلة. السائق متاعها ارتبك من أول وهلة، تم تفتيش الشاحنة تفتيش دقيق، تم تفطن الخزانات الموجود بها، ثم خزان إضافي أنا غير عادي والحاجة هو مخالف للقوانين والإجراءات إجراءات قانون النقل والحاجة ما تصير الشاحنة فيها إلا بترخيص. هذه العملية تمت في مستوى معتمدية بير علي بن خليفة في إطار العمل اليومي للفرق الأمنية لمكافحة التهريب. حلينا نقول 184 صفيحة. الأولاد متاعنا معنا عندهم الكفاءة اللي يخليهم معناها ينجموا يستنبطوا معناها وينجموا يفوتوا العناصر الإجرامية في معناها التخفي وفي إخفاء الأشياء الممنوعة هذه. هي المرة الثانية في ظرف أسبوع تستعمل فيها شاحنة مثل هذه لنقل الممنوعات عبر صفاقس، والأكيد أن نجاح عمل الوحدات الأمنية في مختلف الأسلاك يمثل تقدما في مكافحة التهريب وحاجزا منيعا أمام هذه الأخطار. منذ 26 من ديسمبر الفارط دخل عدد من المفروزين أمنيا في إضراب عن الطعام ما زال متواصلا إلى اليوم. المضربون ينتظرون أن تفعل الحكومة اتفاق 18 من جانفي من العام الماضي والقاضي بحل ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس وإنصافهم وتمكينهم من حقهم في الشغل. لليوم 29 يواصل 12 شخصا من المفروزين أمنيا إضرابهم عن الطعام على خلفية ما اعتبروه سياسة التسويف التي تعتمدها الحكومة معهم ونكثها الاتفاقية 18 من جانفي 16 و2000، والقاضي بتشغيل المفروزين أمنيا. اتفاق سابق مع الحكومة في علاقة بتشغيل المفروزين أمنيا، اتفاق في 18 جانفي 2016 لليوم جانفي 2017 مرور سنة كاملة والاتفاق لم يفعل بعد. الحكومة للأسف معناها مزيد من التسويف والمماطلة، لا وجود لإرادة فعلية في حل الملف مما اضطرنا في الحقيقة للدخول في إضراب عن الطعام. وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أكد أن ملف المفروزين أمنيا لم يعد مشكلا بعد الاتفاق مع كل الأطراف، مضيفا أن الحكومة ساعية لإنصاف كل من يثبت فرزه أمنيا. لابد أن نقوله أنه كذلك في 774 فما ناس ما نجموش نعتبروها مفروزة أمنية. إذا العبد يخذ باك في 2010 مش خطر أنت مايل الاتحاد طلبة يخدم قبل تونس الأخرى.
هذا ما عملناه هنا وبمعايير متفق عليها مع الممثلين اللي انا تنقلت ونمشيت للطلبه المضربين لاني انا كنت نشط سياسي ومناضل وجربت السجون واضربت الجوع وقلت لهم راهو هذا حق هو شكل دستوري وواجب معناها حق حقكم تعملوا اضراب ابقى راهو الاضراب نعملوه لما يكون ما فيش تفاوض لما يكون ما لقيناش حل لما نكونوا احنا مختلفين احنا الى يوم الناس هذا متفقين على كل التفاصيل مع الوفد المفاوض نتاعهم هما المفروزون امنيا مصرون على حقهم في الشغل والحكومة تؤكد عدم اعتراضها على تشغيل من ثبت فرزه أمنيا في انتظار تسوية الملف برمته في أقرب الآجال. أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقبل بالعاصمة الجزائرية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وتابعت الوكالة أن اللقاء جرى بحضور وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحي ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل في حين نقلت مصادر مقربة من رئيس حركة النهضة أن تطورات الوضع الليبي كانت من أبرز مواضيع اللقاء. ودوليا وفي الشأن الليبي قتل شخصان في انفجار سيارة قرب سفارة الإيطالية في العاصمة طرابلس يأتي ذلك بعد ساعات من اختتام اجتماع دول جوار ليبيا بشأن الأزمة الليبية وبعد أيام من إعادة فتح السفارة الإيطالية في طرابلس المغلقة منذ نحو عامين. قتل شخصان في انفجار سيارة ملغومة في ساعة متأخرة من مساء السبت قرب السفارة الإيطالية في العاصمة الليبية طرابلس وذكرت التقارير الأمنية وجود جثتين متفحمتين داخل السيارة التي كانت مليئة بالمتفجرات ولم تتمكن الجهات الأمنية حتى الآن من تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق باعتداء أو بحادث عرضي. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الإيطالية سلامة جميع موظفي سفارتها في طرابلس ويأتي التفجير بعد أقل من أسبوعين من إعادة روما فتح سفارتها في طرابلس التي ظلت مغلقة نحو عامين كاملين وهو ما أثار احتجاج فصائل مسلحة شرقية ليبيا. ويوجد في ليبيا العديد من الفصائل المسلحة يعارض بعضها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وتؤيدها إيطاليا بشدة. في الأثناء لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار فيما تشير أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابية الذي تبنى في فترة سابقة عدة هجمات إرهابية في ليبيا بينها هجمات استهدفت سفارات. ودعمت حكومة الوفاق حملة لطرد التنظيم الإرهابي من معقلها السابق في مدينة سرت. التفجير الذي وقع على بعد أمتار من السفارة المصرية المغلقة حاليا تزامن أيضا مع اختتام اجتماع دول جوار ليبيا أمس في القاهرة والذي دعا إلى تشجيع العملية السياسية ورفض أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا. في الأراضي الفلسطينية المحتلة منحت بلدية القدس تصريح لبناء أكثر من 566 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات بالقدس الشرقية اليوم وذلك بعد يومين من تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة. القدس الشرقية التي لطالما حلم الفلسطينيون أن تكون عاصمة لدولتهم المستقبلية تذوب الأحلام يوما بعد يوم مع توسع استيطاني إسرائيلي جديد يعد عقبة في طريق السلام. فرغم قرار مجلس الأمن الدولي هذا الشهر بوقف فوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية وافقت سلطات الاحتلال على منح الضوء الأخضر لبناء 566 وحدة استيطانية في ثلاثة أحياء بالقدس الشرقية المحتلة. تأتي هذه الخطوة بعد يومين من تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة. رئيس لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس قال لإذاعة إسرائيلية إن قواعد اللعب تغيرت الآن والتصريح ظلت معلقة حتى تنتهي فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي كانت تنتقد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. وفي سياق هذه التطورات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيجري أول محادثة له مع الرئيس ترامب منذ توليه السلطة وأضاف في مستهل اجتماع لحكومته نواجه أمورا كثيرة كالقضية الإسرائيلية الفلسطينية والوضع في سوريا والتهديد الإيراني. من جانبها أدانت السلطة الفلسطينية هذا القرار الاستيطاني على لسان الناطق باسم الرئيس الفلسطيني الذي قال إن هذه الخطوة تعد تحديا لمجلس الأمن الدولي خاصة بعد قراره الأخير
رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان، مطالبا مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوضع حد لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تعمل على تدمير حل الدولتين. نتمنى على الإدارة الأمريكية أن تشتبك معنا في مفاوضات جدية بيننا وبين الإسرائيليين من أجل الوصول إلى حل سياسي، وهذا أفضل شيء. قرار بناء المستوطنات ينضاف إلى قرار سابق لترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ما زاد من غضب الفلسطينيين لأنهم يرون في ذلك انهيارا لأحلامهم وضياعا لبلدهم شيئا فشيئا. نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن سفير سوريا لدى الأمم المتحدة ورئيس وفد المفاوضات في محادثات السلام إبراهيم الجعفري بأستانا قوله أن النقاط الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال تشمل تثبيت خطوط وقف إطلاق النار والتوصل إلى قواسم مشتركة بشأن مكافحة الإرهاب. وفد المعارضة السورية دعا روسيا إلى مقاومة الضغوط الإيرانية والسورية لضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي. وفي فيينا انتهى اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك مع المنتجين من داخل وخارج المنظمة باتفاق تام بشأن تخفيض انتاج النفط وتركيز لجنة لمتابعة الالتزام بهذا الاتفاق. أبدى وزراء الدول الأعضاء في منظمة أوبك وخارجها تفاؤلهم إزاء اتفاق خفض إنتاج النفط مع تخصيص لجنة لمتابعة الالتزام به. اتفاق يعتبر سابق من نوعه جاء عن طواعية من الجانبين بعد أن كان المنتجون من خارج المنظمة يرفعون من إنتاجهم لتعويض أي خفض طوعي من الأوبك. ويلزم هذا الاتفاق 11 دولة من خارج المنظمة وفي مقدمتها روسيا بخفض الإنتاج بواقع 558 برميلا يوميا، فيما وافق دول الأوبك على تنفيذ اتفاق سابق أبرم في 30 من نوفمبر الماضي والذي يعتبر أول اتفاق عالمي كبير يجري التوصل إليه منذ 15 عاما، ينص على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من جانفي الجاري. ويعتقد المجتمعون أن المخزون العالمي من النفط قد يعود إلى متوسط 5 سنوات بحلول منتصف العام الجاري مع الامتثال الكامل بالخفض، فيما تأمل الدول المنتجة للنفط أن يؤدي هذا الخفض المجمع والذي يقدر ب1.8 مليون برميل يوميا إلى تقليل التخمة العالمية من النفط والتي أدت إلى تراجع أسعار النفط وأثرت بشدة على المالية العامة لهذه الدول بالرغم من أن ذلك كان في صالح المستهلكين. وزير النفط الكويتي عصام المرزوق الذي يرأس لجنة مراقبة خفض الإنتاج أكد أن اللجنة ستبحث الوسيلة الأمثل للالتزام ومستوى الالتزام المقبول، فيما أضاف وزير الطاقة الروسي ألكسندر فاك أن عملية المراقبة قد تشمل جمع بيانات عن صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة، معتبرا في الوقت ذاته أن الاتفاق ناجح وسيحقق نتائج تفوق التوقعات. ومن جانبه اعتبر وزير الطاقة السعودي خالد الفلاح أن الأسواق هي السبيل لإعادة التوازن. أول السباقات لليسار في الجولة التمهيدية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية خلال شهري أبريل وماي المقبلين بدأت اليوم. الناخبون الفرنسيون وجدوا أنفسهم أمام حتمية الاختيار بين 7 من المرشحين. على بعد 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أعطيت صباح الأحد إشارة انطلاق الانتخابات التمهيدية اليسار الفرنسي لاختيار 2 من 7 مرشحين. مانويل فالس واحد من 7 المتنافسين والذي قدم استقالته كرئيس للوزراء من أجل الترشح يواجه احتمال لا يتمكن من خوض الجولة الإعادة بعد أسبوع، حيث تشير استطلاعات الرأي أنه ليس أمام أي من المرشحين الاشتراكيين فرصة للفوز في انتخابات الرئاسة المقررة في الربيع المقبل، لكنها تظهر أن نتيجة ترشيحات الحزب الحاكم في الانتخابات التمهيدية سيكون لها تأثير على من سيحل محل فرانسوا أولاند في قصر الإليزي في نهاية الأمر. أما المرشحون الأكثر يسارية من فالس مثل وزير التعليم السابق بنوا هامون ووزير الاقتصاد السابق أرنو مونبرغ يتفوق عليه بفارق ضئيل في استطلاعات الرأي، في حين يبذل فالس الاشتراكي المؤيد لقطاع الأعمال جهدا كبيرا في الدفاع عن سجل حكومته. هذا وفتحت لجان الاقتراع أبوابها في 8 بتوقيت غرينتش، وقد أغلقت في 6 من مساء الأحد، وستجري انتخابات إعادة في 29 من جانفي لاختيار المرشح لخوض جولتي انتخابات رئاسة يومي 23 أبريل و7 ماي 2017.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن من المرجح أن يكون رئيس الوزراء السابق المحافظ فرانسوا فيون هو الفائز في انتخابات الرئاسة بعد جولة إعادة أمام زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. في أخبار قالت السلطات الإيطالية أن 24 شخصا فقدوا تحت حطام فندق سوي بالأرض في انهيار جليدي وسط إيطاليا، وأن عمليات البحث والإنقاذ صعبة ما زالت جارية. وأفاد بيان لفرق الإنقاذ أنه تأكدت وفاة 5 أشخاص في حين تم إنقاذ 9 آخرين بينهم 4 أطفال أحياء من تحت الأنقاض والجليد أمس. وكانت عاصفة ثلجية قوية نتجت عن زلزال دمرت الفندق المؤلف من 4 طوابق عصر يوم الأربعاء، وقد تساقط الحطام وتناثر على بعد مئات الأمتار في الوادي. وفي أخبار الرياضة، يجري المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم حصته التدريبية الأخيرة استعدادا للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه غدا الاثنين بمنتخب زيمبابوي بالعاصمة ليبروفيل لحساب ثالث جولات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الجابون. وكان المنتخب التونسي قد انهزم في المباراة الافتتاحية أمام منتخب السنغال قبل أن يفوز في الجولة الثانية على جاره الجزائري، ويحتاج المنتخب التونسي للفوز للعبور مباشرة إلى الدور الثاني دون انتظار نتيجة مواجهة السنغال والجزائر. كانت ردة فعلنا إيجابية بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام السنغال، وبأفضل طريقة ممكنة وهي تحقيق الفوز، خصوصا وأن منتخبا مثل تونس عليه أن يظهر قدراته الحقيقية وأن يتابع تألقه على غرار التصفيات، لأننا خذنا 10 مباريات دون هزيمة كما كانت استعداداتنا جيدة. غير أن الهزيمة في المباراة الأولى فرضت علينا استعادة ثقتنا النفسية والبدنية، وهذا ما فعلناه أمام منتخب مثل الجزائر يملك لاعبين متميزين، لذا كان رد فعلنا إيجابيا وحققنا الفوز، والأهم من ذلك هي عقلية الانتصار التي وجب المحافظة عليها. نعرف جيدا المنتخب زيمبابوي، فقد تابعناه خلال مبارياته أمام الجزائر والسنغال، إنه منتخب قوي، لذا وجب توخي الحذر والاستعداد كما يجب لهذه المواجهة وعدم الوقوع في فخ الاستسهال. ولمزيد من التفاصيل معنا من ليبروفيل عاصمة الجابون موفد التلفزة التونسية عبد الرحمن العش. عبد الرحمن مساء الخير. إذن سؤالي يتمحور حول 3 نقاط أساسية: أولا استعدادات عناصر الوطنية لمباراة الغد، وأيضا الحالة الصحية للاعبين، وأخيرا ربما ملامح التشكيلة المرتقبة في لقاء الغد. تحية لك دلال. فعلا أنهى منذ قليل المنتخب الوطني تحضيراته للقاء الغد ضد منتخب زيمبابوي. آخر الأخبار تفيد عدم جاهزية الحارس أيمن المثلوثي باش يكون قائد المنتخب غدا، وسيتغيب تقريبا بنسبة مئوية كبيرة عن مباراة زيمبابوي، ومعوضه هو الحارس رامي جريدي. إذا بالنسبة للتشكيلة المسمع أن تكون حاضرة غدا أمام زيمبابوي: حراسة المرمى رامي جريدي، محور الدفاع سيام بن يوسف، أيمن عبد النور، حمدي النجاز، علي معلول. بالنسبة لوسط الميدان: أمين بن عمر، فرجاني ساسي، نعيم سليتي، وهبي الخزري. ثنائي الهجوم المنتظر: أحمد العكاشي ويوسف المساكني. إذن تغيير اضطراري غدا من جانب الإطار الفني بالنسبة للحالة الصحية وعدم جاهزية المثلوثي الذي لم يتدرب دلال منذ يوم الجمعة مع بقية المجموعة، واليوم تدرب على انفراد. وبالنسبة لبقية المجموعة حالته الصحية جيدة، ستكون حاضرة غدا في ملعب السادات. نعم، ماذا عن معنويات بقية العناصر عبد الرحمن والبقاء في ليبروفيل؟ نعم دلال، معنويات العناصر الوطنية لمباراة الغد. الكل معناها في صحة جيدة والمعنويات عالية، والكل عازم على تجاوز هذا الدور الأول وعدم الاكتفاء بنقطة تعادل غدوة. معناها دلال العناصر الوطنية عازمة على تحقيق انتصار ثاني، ونفس الأداء المقدم أمام المنتخب الجزائري، وله الإمكانية المنتخب التونسي للتألق وأيضا المضي بعيدا في هذه النهائيات.
نعم، مفادة التلفزة التونسية إلى الجابون عبد الرحمن العش، شكرا جزيلا لك، ونتمنى الفوز غدا لمنتخبنا الوطني. في المقابل سيكون منتخب الجابون مستضيف دور أمام حتمية الفوز في مواجهته الآن أمام منتخب الكاميرون متصدر المجموعة الأولى بأربع نقاط من تعادل وفوز في الجولتين الأولى والثانية، فيما اكتفى أصحاب الأرض بتعادلين متتاليين ونقطتين فقط وبفارق الأهداف أمام منتخب بوركينا فاسو الذي يباري في الآن ذاته منتخب غينيا بيساو متذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة. انهزم المنتخب الوطني لكرة اليد أمام نظيره البولوني ب 26 هدفا مقابل 28 في مباراة ترتيبية من أجل تحديد المركزين 17 و18 ضمن كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد إثر الانسحاب من الدور الأول لمونديال فرنسا. كما يتبارى المنتخب الوطني وغدا مع المنهزم في المباراة الترتيبية التي تجمع مساء اليوم منتخبي الأرجنتين والسعودية. ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بعناوينها. افتتاح المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي، والقيادات النقابية المترشحة تتعهد بمواصلة المنظمة الشاغلة لدورها الوطني. عودة الحركة التجارية إلى معبر راس الجيل الحدودي تنفيذا للاتفاق التونسي الليبي، والتجار التونسيون يأملون في رفع الأتاوة المفروضة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعطي تصريح لبناية أكثر من 560 وحدة سكنية في القدس الشرقية، والسلطة الفلسطينية تحذر من تبعاته. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.